بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلاب الاعزاء في مقرر ماشين Elements ديزاين 1 بنبدا شابتر جديد رقم 10 بيتكلم عن الشافتس الشافتس طبعا اللي هي الاعمده المين توبكس اللي احنا هنتكلم عليها اول حاجه الديفينيشن او التعريف للشافتس بعد كده الشافت ماتيريالز او المواد او الخامات اللي بيصنع منها الشافتس النقطة اللي بعد كده types of shafts أنواع الأعمدة المختلفة ثم هننهي بالستريسز ان شافتس أو الإجهادات في الأعمدة أول حاجة طبعا الديفينيشن إيه هو الشافت؟ الشافت is a rotating machine element يعني جزء دوار في الماكينات which is used to transmit power بيستخدم في نقل القدرة from one place to another من مكان إلى آخر يبقى المين اوبجيكتيف أو المين فانكشن بتاعة الشافت هي نقل القدرة الترانسميشن للباور. The power is delivered to the shaft الباور دي بتنقل للعمود as a tangential force يعني مثلا عندنا عمود زي ده كده وعليه بكرة والبكرة دي طبعاً فيها قيمة للشد واحدة أكبر من الثانية فبالتالي بيدور في الاتجاه، في عندي قوة ممسية هنا اللي هي الفرق ما بين ال 800 و450 هي دي القوة اللي بتدور العمود، نفس الحكاية لما بيحصل تماس مع ترس آخر بيأثر بقوة ممسية تؤدي إلى دوران العمود ومن ثم نقل القدرة. طبعا عشان ننقل القدره in order to transmit power from one shaft to another من عمود الى اخر the various members بستخدم طبعا اللي هو البوليز اند جيرز والكبلنج مثلا كل الحاجات اللي هي المشابهه اللي احنا هنتعرف عليها فيما بعد برضو بنستكمل ال definition بيقول لي الشافت usually cylindrical دائما شكله اسطواني او بنسبه كبيره جدا اسطواني الشكل. They are solid in cross sectional area المقطع بتاعه solid يعني مسمط but sometimes في بعض الاحيان hollow shafts are also used الاعمده المفرغه من الداخل ايضا ممكن استخدامها. احيانا يطلق على الشافت اكسل امتى اقول على الشافت اكسل لما يكون عليه بيندنج مومنت فقط او بيندنج ستريس فقط وده طبعا بيحصل في البايسيكل او البايك الدراجه البخاريه العجله الاماميه فقط مش اللي بيحصل عليها تدوير لان اللي بيحصل عليها تدوير عليها لها بيندنج مومنت وعليها تورك كمان بيسبب تورشنال ستريس أحيانا يقال على العمود سبندل زي في ماكينات الورش زي ماكينات الليث مثلا أو الخراطة والميلنج ماشين أه لما بيكون إيه الشافت يوز تو ماونت يا إما الكاتنج تولز يا إما الورك بيس يعني في الليث أو المخرطة أه بيتم تركيب الورك بيس على المين سبندل أو على العمود الرئيسي في ظرف المخرطة اما في حاله الميلنج ماشين فبيتم تركيب الكاتنج تول في المين سبندل الشافت ماتيريالز المواد اللي بتصنع منها الاعمده لابد ان يتوفر فيها عده صفات ماتيريالز يوزد فور شافت شود هاف ذا فولوينج بروبرتيز اول حاجه هاي سترينث مقاومه عاليه بالطبع للستريسز اللي هتقع عليه تاني حاجه جود قابليه جيده للتشغيل ثالث حاجه يستجيب للهيت تريتمنت والهيت تريتمنت اللي هي تعديل او تحسين خواص المواد باستخدام الحراره عن طريق رفع درجه الحراره ثم تثبيتها والتبريد بمعدلات مختلفه لابد ان يكون الماتيريال دي عندها قابليه لتعديل صفاتها عن طريق الهيت تريتمنت او المعالجات الحراريه آخر حاجة High Wear Resistant Properties بمعنى إنه لابد إن الخامدة تتحمل أو تقاوم التآكل. Uh, types of shafts بنستكملها أحياناً يقال على الشفت shaft Transmission Shafts Transmission Shafts وده بيحصل أنت These Shafts Transmit Power Between the Source and the Machines Absorbing Power. ده طبعا بيحصل في حالة الجير بوكسز اللي هي قدامنا ديت ده اللي هو جير بوكس بتاع السيارة مثلا بيحصل ان العمود ده عمود بينقل الى عمود اخر الى عمود اخر عن طريق اللي التروس اللي هنا فده بيقال عليه ترانسميشن شافتس او اعمدة نقل القدرة احيانا يقال عليه ماشين شافتس وده بيحصل امتى لما يكون العمود نفسه عنصر اساسي في الباور generation او في توليد القدره دي شافتس فورم ان انتجرال بارت جزء تكاملي اون ذا ماشين يعني جزء اساسي وعنصر اساسي بستخدمه في توليد القدره وده بيحصل طبعا في الموتور بتاع السياره في الكرانك شافت نكتفي بهذا القدر ونستكمل في المحاضره القادمه ان شاء الله